عجيب هو الماضي، كم يحمل في تاريخه قصصا عظيمة ومآثر خلدها الزمان، ونما في طياته شغف نقل الإنسان إلى عالم آخر. ما بين بصيص شمعته وسكون الليل جلس ذلك المخلوق بصمت وسكون، موقدا تلك الهبة العظيمة التي وهبها الله له ليخترع ويطور أشكالا تعبر عن فكره وما حوله، لينقلها للخليقة أجمع. إنها الحروف. عاصر الإنسان تجارب كثيرة، ولعل هاجس البقاء والدوام على هذه الأرض الشاسعة جعلته يختبر تفاصيلها ويطور أساليب تضمن له عيشة بعيون متقدة وبرغبة ملحة، لكي يقي نفسه وحصانه قساوة الصحراء كان لابد له أن يحاول. شرارة غيرت مفاهيم العلم، ومثلها الكثير من الأشياء التي تبدو لنا صغيرة ولكنها نقلتنا إلى عالم مثير مليء بالتشويق والغموض. كل الأشياء من حولنا بنيت على مبادئ وأسس علمية دقيقة، ومن أصغر المكونات توصلنا إلى صناعات كثيرة مكنت البشر من عيش حياة أفضل وبسبل مستقبلية أرقى. وحده العلم من تمكن من فك الألغاز التي حيرتنا لقرون خلت. تنوعت العلوم وازدهرت صروح العلم، ومكنت تلك المؤسسات التعليمية أجيالنا من خوض غمار رحلة استكشافية بشتى فروعها ومجالاتها العلمية والحياتية. فهناك من سعى لمعرفة أسرار التقنية وعلومها، وذلك الذي واظب على تعلم مبادئ ريادة الأعمال وافتتح مشروعا ليكون نتاج بحثه وعلمه الدؤوب. لقد مكنت التكنولوجيا باختراع الآلة من مساعدة العقول الفتية حول كيفية إدارة مستقبل تخصصاتهم الدراسية، وبالعمل تحصد النتائج كما حصدها أجدادنا السابقون. شق الأفلاج والممرات المائية بعرق جبينهم لاستمرار العيش. لا تزال الطبيعة بمختلف تضاريسها مخزناً عملاقاً للكثير من الخامات الطبيعية، حيث تمكن الباحثون من استخلاص مصادر كثيرة وأجروا عليها الأبحاث والتجارب. هذه القطع من الصخور سبق وأن كانت ضمن نظام صخري امتد لباطن الأرض، حيث تواجد ذلك السائل الأسود الذي أسميناه اليوم بالنفط. ثورة أطلقت العنان للتطور العالمي وجعلته يتحرك بسرعة. لا تزال عجلة التقدم تنمو وتتطور بجهود سواعد شباب هذا الوطن، ونحن هنا في الكلية التقنية بنزوة نعمل جاهدين على توفير تلك البيئة المناسبة في شتى المجالات لدعم عجلة التنمية والوقوف يدا بيد مع الطامحين والمتميزين. وها نحن ذا قطعنا دروبا نحو عالم أفضل.